النجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علا أعتقد يعني مثل تنظيم البطولات وتواجد المنتخب على في هذه البطولات محاولة الله 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 الله. عبرت عبرت وخرج جلال حسن، وما في تفاهم بين علي فايز وجلال حسن، وبالتالي استقرت في مرمى المنتخب العراقي الكرة بهذا الشكل. مرات والحقيقة أشوف اللي حدث ما بين علي فايز واللي حدث هني 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 أمامك اللقطة كاملة متكاملة. النقلة الأولى النقلة الثانية، شوف لاعب المنتخب الفيتنامي وين، شو وشوف المدافع وين، وشوف خروج حارس المرمى جلال حسن. لا لا جلال حسن غطى عدل، لا علي فايز غطى عدل، وبالتالي الكرة مرت وعبرت. قادرين عليهم، يلا يلا بالجول جول التعادل نبيل الآن الآن الآن. الله نبيه الآن، وظهر ميمي وسجل هدف التعادل للعراق. تلاعب فيهم كيفما يشاء، وتقدم الشاب الصغير 18 سنة، يتقدم مهند علي ويتلاعب بالفيتناميين ويسجل هذا الجول الأول للعراق. محاولة المنتخب الفيتنامي، المرور والتقدم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، المنتخب الفيتنامي يسجل الجول الثاني، المنتخب الفيتنامي يسجل الجول الثاني، المنتخب العراقي إنجوان كونغ يتقدم ويسجل الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الفيتنامي. شوف شوف ولاحظ معي أيضا الأداء مستمر، حذرت قبل قليل. شوف 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 أعطاه الفرصة، أعطاه الفرصة، سدد تهيأت مباشرة إلى اللاعب المتقدم في المنتخب العراقي. مرور عراقي ناجح والكرة عالية انحطت، ومرة أخرى يتقدم مهند علي. جول 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 المباراة. همام 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 من اللمسة الأولى، همام طارق يطرق مرمى المنتخب الفيتنامي ويسجل هدف التعادل للعراق. الهدف يأتي الآن. شوف الآن يعني أنا كنت أطالب اخدموه اخدموه، أكو لاعب لا تتحدث عنه. هو حاول المحاولة الأولى، هو عطل المدافع، هو عطل الحارس المرمى. اخدموه يا شباب، العبول الكرة. شوف شوف هو ايش عمل بالضبط، مهند الصغير العراقي ايش زين ايش عمل، عطل الحارس عطل المدافع. علي عدنان لاعب أتلانتا لاعب أودينيزا، أمل المنتخب العراقي يعلقها مني ولا مني. علي عدنان راح يتقدم علي. الله علاوي علقها في المقص الأيسر وسجل الجول الثالث للعراق. علاوي وايد زين، علاوي كلش زين، علاوي ينشر الفرح في المدرجات وينشر الفرح في العراق، وبالتالي يسجل الهدف الثالث لمصلحة المنتخب العراقي. صارت شوف 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 خلاص خلاص ناوي عليها علاوي، علاوي في الجول، وبالتالي علي عدنان يسجل الهدف الثالث لمصلحة المنتخب العراقي. علقها حطها له في المقص الأيسر.
وما زال التعادل صفر مقابل صفر بعد 10 دقائق لعب. علي عدنان كرة بعيدة للأمام، البحث عن حسين علي حاول المرور، لا الكرة وصلت لبشار رسالة، توزيع الرؤية والدفاع، ثم في وسط الميدان حسين الغازي يبحث عن أحد، أوه لا يا حسين ضيعتها، والكرة صعبة والتوغل، ميمي راح، أوه لا بابا رايع رايح والتسديدة جول، بابا 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 مهند علي ميمي يفعلها ويسجل جول لمنتخب العراق عند الدقيقة 11. يا سلام عليك يا مهند، رائع 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 يا ولد مهند علي، هذا الذي كنت أقول بأنه سيكون خليفة يونس محمود في الخط الأمامي لمنتخب العراق. استلم الكرة أمام لاعب ثم اثنان ثلاثة فأربعة، راوغ فسدد وسجل جول. نعم يا مهند يا علي، شوف الاستلام هنا والتغطية الرائعة باليمنى وباليسرى وبالبراعة وبالأناقة وبالروعة، بوم حطها في الجول. بعد فوزهم في المباراة الأولى، كرة عرضية من هنالك عن طريق حسين علي وصلت مباشرة لرفيقه أحمد ياسين، يحاول يمر، هاي لي أحمد، ما زال عنده الكرة، أحمد ياسين يبحث عن المرور من أمام علاء الدين نعمان، هاي منه الثنائية البينية، التوزيعة في القائمة الثانية ولكنها بعيدة، وتغطية دفاعية من أحمد السروري، ما زالت الكرة لصالح المنتخب العراقي، ريسون ريسون ريسون، ولا لا جول بشار ريسان وجول، هدف ثاني للمنتخب العراقي. يا سلام، وكأن اليمن يلعب من دون حارس لسوء حظه. آه يا سعود السوادي، كرة مثل هذه أنا بالنسبة لي سهلة، مش عارف، خاصة وأنه لم تكن فيها القوة وضربت في المدافع، شوف خذا كامل وقته، ضربت في المدافع، وين تتفرج على كرة مثل هذه؟ ارتمي في كرة مثل هذه، لا تتابعها لا بيدك ولا بنظرة عينيك، شوف الكرة هنا تبعها وكأنه حب يلتقط لها صورة، هنا كان على نفس الخط، لذلك لو ارتمى كان سيرتطم بالقائم، شوف كان على نفس الخط في وقت كان ممكن يخرج شوية، شوف وبعدين أو كان خارج شوية ورجع للوراء، لذلك كان خايف يرتطم بالقائم لو ارتمى، وتبع هذه الكرة. هدف ثاني من امضاء بشار ريسان. سواء في كأس آسيا هاته والتي ستكون مناسبة لتفجير طاقات شبانية كبيرة للمنتخب العراقي، أو حتى في تصفية كأس العالم، كرة خطيرة قائمة ثاني، جول ولا لا جول. يا سلام عليك يا علاء عباس، وجول، اللعبة من أروع ما يكون، ثلاثية من الجهة اليمنى التوغل وبالرأس من هنالك في الرد، ووجد نفسه اللاعب علاء عباس في المكان والوقت المناسبين، وجول 3-0 صارت النتيجة لصالح المنتخب العراقي بعد هذا التوغل من محمد داود، صغير العراق وصغير كأس آسيا، حطها في القائمة الثانية من هنالك، رجعت لي علاء عباس وحطها في الجول. يا محمد يا داود، كم كنت رائعا في هذا التوغل وفي التوزيع في القائمة الثانية. كرة إلى ضربة حرة مباشرة خطيرة لمصلحة المنتخب الإيراني، هذا اللاعب قدوس يتقدم يسدد ولكنها تصد في حائط الصد، تصل مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإيراني، صارت خطيرة صارت خطيرة صارت خطيرة لإيران، تحول الكرة تمر بسلام، خطيرة يوم تحولت في الجهة اليسرى وطلب الكرة هني في اثنين، وشوف الآن الحذر الحقيقة من متوسطي قلب الدفاع في العراق، نتذكر مباراة فيتنام الأولى 3-2 للعراق وعن المنتخب العراقي، والآن شوف الكرة اللي تحولت في الجهة اليسرى وصلت إلى هذا اللاعب اللي عنده 3 أهداف كما ذكرت، وبالتالي المحاولة الأخطر، سعة الملعب 15 ألف عدد قليل، الجماهير العراقية الكبيرة، الجماهير الإيرانية الأكبر، التسديدة العراقية لكنها تمر، برافو، هذا هو المطلوب. أحمد ياسين، أحمد ياسين يسدد، أحمد ياسين المحاولة العراقية الثانية، لاحظ لاحظ هي المحاولة العراقية الأخطر، يتابعها حارس مرمى علي رضا بيرند فوند،
لم يتماس اللعبة المنتخب الإيراني، كرة في مكان خطير، لا زالت خطيرة، التسديدة حاضرة وبعد ذلك قوية مرت بسلام، ضاعت على إيران، مرت بسلام، كرة أمام المرمى في غاية الخطورة على مرمى المنتخب العراقي. لاحظ معي التسديدة ما اصطدت أولا وبعد ذلك التسديدة كانت عالية من اللاعب المتقدم علي رضا جاهنبخش. راحت وين عند العراقيين؟ كم العراقيين الكرة راحت هناك. الحذر الإيران مضي أتنام، الكرة لعبت بهذا الشكل في غاية الخطورة، التسديدة تصد. الإيرانيين أي كرة يقولون بلنتي، أي كرة بلنتي. لا حكم كبير، حكم كبير لا يمكن يعني أن تحتسب ضربة الجزاء. إيش دعوة هذه ضربة الجزاء اللي كانت صريحة وواضحة في مباراة اليابان وعمان؟ شوفها شوفها أمامك، شوفها أمامك، لاحظ التسديدة. لا 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 لا، فرق السماء والأرض ما بين هذه اللقطة وما بين لقطة عمان واليابان اللي كانت ضربة جزاء صحيحة وسليمة محتسبة. يعني ما في داعي ولا يمكن الحديث الحقيقة عن ضربة جزاء. الآن العراق ثانيا بالتعادل أمام إيران، كرة عراقية يلحقها، نعم يلحقها، يصل إليها، نعم يصل إليها. اللاعب البديل السريع النشيط علي عباس، على عباس مرة أخرى، منقولة الرأسية، الله، ضاعت على العراق. أخطر وأجمل محاولة عراقية، لاحظ معاي الرأسية. التوزيعة ستكون من عبد الكريم حسن، مرفوعة في القائمة الثاني، من هنالك التسديدة بابا القائم، اللعبة الأولى الخطيرة الصعبة الممتازة. يا سلام، ضاعت أول كرة من عبد الكريم حسن، في القائم الثاني كان موجود وحده بعيد عن المراقبة تماما. أوي 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 أوي، لم يكن في وضع التسلل، سيصبحان من أفضل ما يكون. ضيعت الكرة هذه يا أكرم، في كرة خطيرة بابا 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 با رائعة، كرة خطيرة وشجاعة كبيرة عن سعد الشيب من أمام مهند علي السلام الذي يتلقى البطاقة الصفراء على هذا التدخل. ماذا فعلت يا أكرم يا عفيف؟ خطأ فادح كاد يكلف المنتخب القطري هدفا أمام هذا القناص مهند علي الذي انفرد بعدما خطف الكرة وجها لوجه أمام الحارس سعد الشيب. شجاعته الكبيرة سعد مكنته من التفوق على مهند علي. الكرة البعيدة في العمق، هذه الكرة الصعبة عن طريق عبد العزيز حاتم لم تصل، الكرة وصلت على الجهة اليسرى في اتجاه عبد الكريم حسن، حسن حسن ودخل، والتوزيع بابا 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 القائم عبد الكريم حسن، والقائم يصد للمرة الثانية، يضربها في العارضة عبد الكريم، الأولى ضربت في العارضة الأفقية في بداية المباراة. تمشي الكرة عراقية، علي عدنان يطلبها من أمام علي حسني، علي حسني يلعبها بامتياز في وسط الميدان، بشار رسم كرة ممتازة في العمق والتغطية الدفاعية بالراس، ولا هاي الكرة في العمق والتغطية الدفاعية من الرائع بسام الراوي. نعم أنت رائع يا بسام. تنفذ المخالفة بابا بابا جول 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 في منتهى الروعة من الرائع بسام الراوي، كنت رائعا حتى قبل أن تسجل هذا الهدف، فما بالك وأنت تسجل هذا الهدف بهذه الروعة وبهذه الدقة وبهذه البراعة. يا سلام جول يا بسام، يا سلام جول لمنتخب القطري في هذه اللحظات، بوم حطها له في الزاوية اليمنى أمام جلال حسن. بسام الرائع، بسام المبدع كمدافع، بسام الفنان، وبسام المتألق كمسدد لهذه المخالفة في الزاوية اللائقة. يا سلام، هو الهدف الذي سيشعل المباراة. وصلت لي أكرم عفيف من عند رفيق عبد الكريم حسن، أكرم دخل، أكرم راح، أكرم يزال، أكرم يلعب بيدية خطيرة بابا بابا الحارس. يا سلام عليك يا أكرم يا عفيف.
صعبة المخالفة من هنالك لعلي عدنان ولصالح المنتخب العراقي مع دعوات حسين علي وأمجد عطوان في تنفيذ هذه المخالفة أمام سعد الشيب. يلعب مباراة رقم 43 أعتقد، نعم 43 مع منتخب بلاده القطري. في المخالفة من هنالك علي عدنان من حوالي 30 متر عن مرمى سعد الشيب. علي عدنان يعول أن يسددها مباشرة بعيدة شوية. علي عدنان يستعيد يسدد كرة وبابا بابا با رائعة رائعة من علي عدنان، مرت سلامات على مرمى سعد الشيب. يا سلام، هاي الإعادة من علي. البحث عن الكرات البعيدة ما زالت عراقية من هنالك. محمد داود والتوزيع مرفوعة في القائمة الثانية بالراس. لا لا، مرة أخرى كرة صعبة من أحمد إبراهيم، مرت سلامات وضاعت وراحت والحكم صفر نهاية هذه المباراة وبداية الاحتفالات والفرحة لعناصر المنتخب القطري الذي سيرافق الإمارات العربية المتحدة كمنتخب عربي ثاني متأهل للدور الربع النهائي في مواجهة كوريا الجمعة المقبل بإذن الله. مواجهة ستكون أصعب في الدور الربع النهائي. مبروك للمنتخب العراقي على هذا الجيل من اللاعبين، مبروك كذلك للمنتخب القطري على تأهل الجدير، لأنه ما زال المنتخب الذي لم يتلقى أي هدف، سجل 11 هدفا لم يتلقى أي هدف في 4 مباريات لحد الآن.